بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو اليوم حنقوم بفتح العلبة الخاصة بإنستا 360 جو 2. طبعا هذه محتويات العلبة، وهذا الإصدار الثاني من الكاميرا هذه من إنستا 360. كذلك معنا فلاتر من فري ويل، فيها 4 فلاتر، وفي عصا سيلفي 70 سنتي طولها عشان نستخدموها مع الكاميرا. طبعا عصا سيلفي خاصة بالانستا، يقولوا لها الانفيسيبل سيلفي ستيك، هي المخفية ما تبانش في الفيديو. طولها 70 سنتي. عندي فلتر 16، في شرح كامل. طبعا في 4 فلاتر اللي هي اندي 8 والاندي 16 والاندي 32 والاندي 64. تو خلونا نفتح الكاميرا ونشوف محتويات العلبة. أول حاجة طبعا هتكون الكاميرا، عندي فلتر يركب هنا، طبعا هذا قابل للإزالة، نحط عليه الفلتر لنبوه. حاليا هذا للحماية، طبعا هذا الإصدار الأول وهذا الإصدار الثاني. اليمين هذا الإصدار الثاني، هذا الإصدار الأول. حجم الإصدار الثاني أكبر، هنا طبعا المغناطيس اللي تعلق في الرقبة، هنا في استيكرات من انستا، كذلك كتيب الاستخدام. هذا مكان الشحن ومكان تقعد فيه الكاميرا، كذلك يستخدم كريموت للتسجيل والتحكم في الاعدادات. هنا في وصلة تايب سي، USB تايب سي، وهنا نقدر نركبه ترايبود، كذلك في أرجل تثبت عليهن طبعا تبي تعريف. بالنسبة لي الإصدار الأول كان الشحن زي الشكل هذا،
في فرق بين الشحن الأول والثاني. الأول طبعا ما فيش ريموت لا شيء، عبارة عن مكان للتخزين وأيضا لنقل البيانات عن طريق اللايتنج خاص بالآيفون. في طبعا مطاطة هنا، ولكن هذا أعتقد منظر أجمل وشبيه ب سماعات الايربودز اللي الموجود. هذا المغناطيس هو يشبه هذا، تعلق في الركبة عشان تقعد الكاميرا عليه بالشكل هذا. عندنا كابل تايب سي، وفي ماونت خاص بالقبعة، وفيه زوايا يتحرك تقدر تعدل عليه أكثر من زاوية. كذلك في الماونت هذا اللي هو ينسحب بالشكل هذا، نقدر نستخدمه بلصقه على أي مكان تثبت عليه الكاميرا بإزالة اللصقة هذه، ونقدر نستخدمها أكثر من مرة. كذلك بعض الإكسسوارات خاصة بالجو، 3 أدابتر ماونت أدابتر، وحقيبة خاصة بالكاميرا، مكان لوضع الكوابل. هنا نحط الكاميرا والماونت اللي معه. خلينا نشوفوا الماونت. في الماونت العادي هنا، تقدر تركب عليه ترايبود. كذلك ماونت شبيه بالجوبرو، في ماونت تاني استخدم معاه المسمار، وفي كذلك مثبتات لصقة زي هذا زي نظام الجوبرو عشان تلصق فيه من اللوطة من جهتين، تقدر تستخدمها في أي مكان سواء الشكل هذا أو الشكل هذا. حنجرب الكاميرا ونقارنها بالإصدار الأول، وحندير فيديو عليهن الاثنين إن شاء الله.